معاوز حاج مدرب أطعلو في الاستقبالين، ممكن تحدثنا عن تحضيراتكم للسنه الموسم القادم؟ بالنسبه للموسم القادم يعني احنا مبلشين الدوري عاده كيف كل سنه، نتامل انه ننافس على بطاقه الصعود للدرجه الاولى، عادين نحضر اكثر ونعتمد ونركز حالنا بالكادر المحلي، مع امل انه لقدام كمان اسبوع او 10 ايام في مفاوضات مع لاعب او لاعبين يقدروا ينضموا لنا ويساعدونا في هاي المهمه. بفكر بس انه المهمه الاولى انت نركز اللاعبين المحليين، نجمعهم ونشوف مين موجود معي من اللاعبين المحليين، وبعدين بنطلع لقدام بالنسبه للتعزيز. شو الفرق اللي عندكم بتنطوي تحت لواء أطوائل أرثوذكس أبليون؟ احنا عندنا أربع فرق مسجلة بالدوري الإسرائيلي، فريق بوغرين بكرة السلة، فريق بوغرين، وعندنا فريق أي درجة الكبار؟ الكبار درجة ثانية، وكل سنة احنا يعني عندنا نمسك محل ثالث وثاني ورابع الأماكن الأولى، وعندي كمان فريق اللي عندنا كمان فريق الشبيبي اللي هو بنعدك يعني من اقوى فرق اي درجه منطقه، يعني الدرجه بيقولوا لها هي منطقيه محوزيه. بس كل سنه بننافس كمان على بطاقه الصعود، مرات بنطلع على الليغا القطريه وبنعاود ننزل، ومرات كمان بنصعد على الدرجه القطريه ومنكملش يعني بنفس السنه بنتنازل عن هاي البطاقه لعده اسباب اللي معروفه للكل تقريبا. وعندي فريق شبيبي ونعارين بنعاد، في كمان فريق اولاد، بالاضافه كمان في فريق صغار اللي هو مدرسه لكره السله، يعني بنقدر نعد انه خمس للاطفال، مش يعني ما فيش فيها صبار حتى دوره زي دوره من هذا، لانه يكون في تحضير للسنه القادمه عشان يكون في استمراريه، وهذا اللي بنجحنا يعني بهذا المجال، انه اذا ما فيش استمراريه وما فيش استمراريه بهذا الموضوع بكون في صعب كمان اكمل سنه لعيبه للشبيبه وكمان لعيبه للكبار. اخ زياد، انت بتلعب بفريق في ابليون، شو بتتوقع السنه يكون وضع الفريق؟ بتوقع السنه يكون الوضع منيح كثير، لانه كلها اولاد بلد وكل النشتين، وان شاء الله بس نتامل كلياتهم نضل يجوا على التمارين ونكمل هيك. نتوقع منيح لانه السنه مغيرين بزور بيت ثاني. وبنتوقع انه توقع منيح يعني. وانتم يعني شفتوا حالكم انكم ممكن تنافسوا على بطاقة الصعود، ممكن تفكروا انه كمان انه يساعدوكم لاعبي تعزيز؟ بنفكر بهيك، اذا شفنا حالنا اول كم لعبة احنا هيك فريق عن الشكل، بدنا نجيب، مجبورين نجيب. لانه بلا ما نجيب واحد اثنين مش رح نكمل. خاصة بالذات يعني لاعبين لايش؟ هجوم ولا دفاع؟ لا هجوم، السلة هجوم ودفاع، الدفاع اهم من الهجوم بالسلة، بس احنا خوفنا انه اللعيبة بتتعلم، اغلبهم بيتعلموا بعطلوا بجوش، هي عندنا المشكلة. والا احنا من زمان طلعنا، من زمان كله بدشر، كله بيتعلم المشكلة. وانت مش رح المشكلة المنيحة يعني، وانت مش رح تدشر رح تضلك تكمل كده؟ ابدا ابدا، تلتزم بالتمارين على الاخر، ما دام في رقاب ما دام في تمارين نجاح. بولس الموسم القادم احنا كل الوقت لحقنا مباريات اللي انت لعبتها وانت ملتزم بالسنه السابقه، بتوقع السنه كمان يعني تكون سنه منيحه لك انك تسجل ثلاثه كثير وتساعد الفريق على انه يرتقي او انه يحتل اماكن عليا في الدوري؟ اهم شيء هو الفريق، اهم من اي لاعب واحد لحاله. اهم شيء الفريق، احنا السنه بنين انه الفريق يطلع للدرجه الثانيه دور هاي الدرجه، ونتامل انه نضبط كل اللعب، لانه ان شاء الله رح تكون السنه كثير قويه، واحنا فرقه كلهم اغلبهم شباب صغار، السنه احنا بنين عن جد انه نطلع، ونتامل هذا الشيء. وانتم بحاجه للاعبين تعزيز يعني، اذا احتجتوا لاعبين تعزيز؟ لاعبين تعزيز بعرفش اذا احنا بحاجه يعني، احنا كلنا بقول لك احنا بس اللي حتى احنا عندنا كنا لاعبين شباب اللي هن لاعبين مناح، وبنقدر احنا نطلع هاي السنه للدرجه الثانيه، وبنتامل هذا الشيء يصير، بس اما لعيبه التعزيز ما اظنش انه لازم يصير. اجالك اقتراحات انك تلعب درجات اعلى من فرق اخرى؟ اجاني اقتراحات العب فرق اعلى، بس كمان مره احنا السنه حابين انه الفرقه هاي تنجح وتوصل لابعد حدود، وانا الصراحه يعني البلد انه هون اهم من بلاد ثانيه، حتى لو
قصة مصاري مش مصاري هذا إشي مش هالقد مهم في حياتنا. المهم السنة تطلع دعبلين تطلع وتضبط، هذا أهم من كل شيء. عندكم يعني مشكلة الطلاب، يعني في بعضهم من الطلاب ومرات بتغيبوا عن التمارين وعن الليل، كيف ممكن تحلوا المشكلة هاي؟ هاي مشكلة بعرفش إذا في لها حل، يعني هاي بس دعم من ال من من المجلس من أهالي البلد، بعرفش لأنه فيكم توصلوا على التدريبات وعلى التمارين، يعني على يوفروا لكم دعم عشان توصلوا، لأنه بدون هذا الدعم كثير صعب، يعني راح نحطش كثير تمارين وكيف بتعرف إنه التعليم هو بالنسبة لنا كثير إشي مهم لأنه عشان نكمل حياتنا لقدام. شكرا. اجمد يلا نبت ثلاثة دافع، واحد يطلع دفاع يلا. طوب طوب مروح بلد